فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: قد ابتلاني الله بمرض السكر، وقد أفطرت 3 أيام من رمضان، ويصعب علي القضاء في أيام الدوام، فهل يجوز لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا، أم يجوز لي أن أوكل شخصا آخر ليقضي عني؟ لا يا أخي، عندك الجمعة والخميس والجمعة من كل أسبوع، فصوم فيها الحمد لله، خلص ما عليك. نعم.